ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى هذا؟ حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكره نفسه ذكرته بنفسي، وإن ذكره الملائكة ذكرته من خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره والمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، وسيرها هذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته، كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى. فلا نكيف تقربه ولا نكيف المشيئة ومشيه وهروته، فلا نكيف ذلك، بل نقول على وجه الله إلا سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا، أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى، وأرحم بنا جل وعلا.